السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو عفو عنا. اللهم ارزقنا وسامحنا يا رب. النهاردة هنفرجكم بقى إيه الديوك بتاعتي بتنام فيه. الديوك بتنام على شجرة البرتقال. الشجرة غلت ديوك، ما غلتش برتقال. شايفين وانطفشوا مفيش فايدة. احنا دلوقتي يعني المغرب على اداء، يروحوا طالعين كلهم زي ما انتوا شايفين كده اهوت ونايمين على الشجر. شايفين المنظر؟ بس هما دلوقتي ما ينفعوش يتدبحوا. لو كانوا ينفعوا كنت دبحتهم. لسه شوية قدامهم شهر، بس هما الحمد لله كبروا كويسين الحمد لله. دلوقتي بنأكلهم ايه؟ بنأكلهم اكل البيت وكسرة خضرة. خلاص العلب بقى ايه ما بنأكلهمش، هما كبروا بقى خلاص. كسرة خضرة واكل البيت وخلاص، هما كويسين الحمد لله. بس قدامهم شهر بقى لما ايه؟ لما يتذبح. وكنت حجنتهم مرة وهم عندهم شهر كده هوت، عينيهم وجعت وشهم اتنفخ وعينيهم، فما انا فحشة اللي ايه جبت لهم مضاد حيوي حطيت لهم في المية مفيش ما خفوش. رحت جايبة لهم حجنتهم تحت الجلد كل واحد نص سنتي خف. دي شجرة برتقال هيبوظوها الديو. شايف المنظر؟ مش عارفه نسيطر على الموقف ولا قادر عليه، اعمل ايه مش عارفه. البط هو جميل هادي شويه عن الفراخ. دي شجرة قشطة صغيرة. شايفين ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. دي قشطة لسه صغننة، وهي عندنا شجرة قشطة كبيرة وشجرة صغيرة. دي الشجرة الصغيرة. تغل كتير وسبحان الله اللي تكبروا والصغير ده هو تينشف وينزل. سبحان الله على جد ما تقدر تشيل. نرجع مرجعنا تاني للفراخ وللدواجن وللشجرة البرتقال. انا المغرب هتبدا نهاية. رحت شفت المنظر الجميل ده، كنت عن صوركم، تعال نفرجكم. تعال شوفوا الديوك مدوخني ازاي. شايفين المنظر؟ بس واعيين ما يروحوش يناموا على شجرة الليمون. شجرة الليمون مليانة شوك، فيها شوك شجرة الليمون، لكن شجرة البرتقال ما فيهاش. ده كانوا كلهم دلوقتي واقفين، بس هما شافوني خافوا هربوا. كل ده كان واجب ما يناموش الا عليها. يعني منظر جميل. شجرة البرتقال غلت فراخ شامورت. بنحط لهم عيش كمان، عيش مبلول كده هو في خميرة. جميل العيش المبلول، ياكلوا وينفشهم والبرماء. هما دلوقتي خلاص في سن جميل يأكلوا كل حاجة كده، أي حاجة كده، ما يأكلوش علف ولا أي حاجة. ومتحصنين وكل حاجة الحمد لله. نخلي البرابل تبيد بس وندبح كله. بس ما بنحبش نخلي برابل كتير، يعني دواجن تبيد كتير، لأنهم في شهر 4 كل الستات اللي بيربوا عارفين شهر أربعة تيجي فراونزة الطيور تموت كل الطيور. فنخلي 6 أو 7 يعني، لو جرالهم حاجة مفيش مشاكل، ما نخليش كتير.
لسه من شهر 4 الدواجن كلها بتحكي اللي بتبيت كلها ماتت، واللي دبحته دبحته قبل ما يتعب يعني، ولسه مربية. هناخد من دومت بقى ايه دواجن مربي للبيت، بس مش مخلية كتير. منظر جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.